إذا كان النهي عن المنكر سيؤدي إلى ما هو أعظم، فاللازم أن الإنسان ينهى بقلبه ويسأل الله الفرج، لأن في بعض الأحوال بتقع الانقلابات أشد، بتقع الانقلابات وبعد يدخل الاستعمار مثل ما في مصر، كان عربي محمد عربي باشا بالثورة على الأسرة العلوية وفشل ودخل بعد الاستعمار الإنجليزي، ما دخل بسبب الخلافات الداخلية التي وقعت فيه، وهكذا في اليمن ما قد كان يجي العدو إلا من خلال الخلافات بيننا وبينهم، بيننا دهن البيت. الترك الآخرين الذي وصلوا إلى اليمن ما جيش من نفسهم، احنا طلبنا محنة، طلبوا من كثرة الخلافات في كل بيت رتبة، وفي كل مدينة إمام، وفي كل بلد إمام، إمام في الطويلة، إمام في السر، وإمام في صنعاء، إمام كذا، والترك هذا قالوا ما لا إلا الترك، والترك كانوا احتلوا الحديدة والزبيد وغيرها من بلاد التايم، سبلوهم جاءوا احتلوهم يخيروا عليهم ورجعوا يخرجوا عليهم مرة ثانية ورجعوا يتحاربوا.